هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: إمام قريتنا رجل ساحر والناس يحب إمام قريتنا رجل ساحر إمام ساحر نعم والناس يحبونه لسبب أنه يكتب لهم ويظنون أنه على خير ويفتي لهم بجواز الذبح لغير الله. سؤاله ما شاء الله هذا نعم سؤاله: كيف أجعل الناس في قريتي يكرهون هذا الإمام لأنه عندهم مقرب ومحبوب؟ ادعوهم إلى التوحيد وقل لهم: من فعل كذا وكذا فهو مشرك، من فهو كافر مشرك مخالف للحق، ولا يصلح أن يكون إماما قدوة للناس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، وإذا كنت تقدر على إزالته عن الإمامة يجب عليك ذلك. نعم.